السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بيت أم ريان. كنت بديت معكم داك الفيديو السابق، نهار ديال الحنة، وهذا النهار الاخر ديال الحفلة اللي غادي تبرز فيه العروسة. انا هنايا في هاد البلاصة اللي هي غادي تجلس، كنصورها هنايا. المهم غادي ناخذ لكم غير لقطات من هاد العرس، ما غاديش نصور كل شيء. غادي نمشي للجهه فين غادي تخرج العروسه من الدار ديال اختي. هنايا راها غادي تخرج، لان صوبت ليها هنا الكوافير شعرها، وهادو الدوزان ديال عيساوه راهم واقفين كيتسناوها باش غادي يديوها، وخوها راه كيتسناها حتى هو مزين هذيك لافاتور هانتوما. المهم انايا كنصور معكم هي لقطات هكا وصافي. خديت لكم غير ديك اللقطه شويه، لان مشيت للدار على حساب بغيت نشوف الوالده شنو تدير، لان امي هي اللي طيبات ليها، هي اصلا طباخه. كتوريني الحيمه اللي طيبات والطغميره، وهذه الطغميره ديال الدجاج. المهم انا مشيت قلت لها شنو كديري يا الشريفه، قالت لي جيت شوفي شنو درت وقولي لي رايك. قلت لها الله يعطيك الصحه. المهم الدجاج محمر، وديك الهريسه اللي كيديروا بالحامض فوق الدجاج ملونه، واللوز والبرقوق. المهم الطويجنات عاده اللي كنديروا في الافراح ديال الدجاج محمر والحيمه بالبرقوق. هنا رحنا غادي ننزلوا نتغداو، وغادي نشارك معاكم هانتوما هاد الطويجين ديال الدجاج كيفاش حطوه، كذلك ديال اللحم. المهم وغادي ناخذ لكم لقطات هكا من العرس، غير شي حاجه هكا خفيفه وصافي. Thank you.
ودابا وصلنا لهاد العادة ديال السليلة اللي فيها الحليوات في ديك يعني مجموعين في ديك الميكات هكا صغيورين، فكيبداو ياخذوا العروسة والعريس هاد الحليوات وكيلوحوهم هكا الناس اللي كيكونوا متواجدين وصافي، ومن هنا غادي يخرجوا ويمشيوا بحالاتهم يعني غيخرجوا يمشيوا يدوروا شوية. وعندنا واحد العادة اننا ملي كتخرج العروسة والعريس كيمشيو كيتساروا كيضربوا دويرة بديك الطوموبيل، وكتكون تابعينهم الاصدقاء والاحباب ديالهم، وكيمشيو للقصر الملكي تما يتصوروا كياخذوا هكا صور تذكارية. المهم انا ما مشيتش معاهم، حدي في الباب فاش مشاو هاد اللقطة هذه اللي صورت معاكم صافي. وهادشي اللي كاين. المهم العروسة دابا نسيت هذا الصباح الاخر كنفطروا باش غادي مني نسالي وغنجمعوا لي هذاك الحويجات كاع اللي شرات واللي جاوها لي كادو من لافامي والاصدقاء وداك الشيء غادي نجمعوهم ليها. وكطيب امها اما كسكسو اما شي حاجه، المهم هي طيبات داك النهار الدجاج وغادي تديه معاها في ديك الشيء ديك الهديه اللي تديو لها. المهم هذه واحد تقاليد غادي نشاركها معكم باذن الله. انتما شوفوا كيجمعوا لها كاع الحويجات ديالها ودوك لي كادو والخطار ديال دوازاتي فيه السلوفان ها هو هذا، والدجاج بالجموع مغطي راه طايب، وديك الكوكوط صغيره دايرين فيها الدغميره، وهذاك الشيء كاع اللي عندها شراتو ولا اللي جاها كادو كله كيتجمع وكيديوه لها في داك النهار ديال اللي غادي تصبح في دار راجلها. مهم هذه تقليد هنا في هذه المنطقة هذه عندنا في فاس. المهم هذا راه الصباح بكري نط كنوجد القهوه كنشعل عليها ونوت ولدي باش غادي يمشي للامتحانات، اليوم عنده الامتحان ديال السادس. كنوريكم شنو وجدت ليه غادي يلبس، خديت هاد التيشيرت هذا وجدته له فهاد اللوين هذا، وكنوريكم كيفاش داير. المهم وجدته له وجدت ليه داك البيرميده ديال الجين ما تعرفوا دابا الصيف، قلت ليه انا غادي تلقى الحويجات ديالك واجدين في الصباح ان شاء الله مني تنوض. المهم قلت له سير توضى بعدا وصلي، وانا كنصور لكم داك الروتين ديالو ديال الصباحي كيفاش كينوض واش كيكون غادي للمدرسه. المهم دابا راه تيصلي، ومن بعد ما غادي يسالي الصلاه ديالو غيلقاني راني موجده ليه الفطور. المهم انا غادي نمشي نشرب القهوه ديالي هي الاولى، وعاد من بعد غادي نوجد ليه هو داكشي اللي غادي يفطر به. انا كنت طيبت واحد الكيكه في الليل باش هكا يلقى باش يفطر، وغادي ندير له داك المكسرات، المهم شويه هكا د القرقاع وشويه د اللوز والزبيب باش المهم راكم عارفين ضروري كناكلو هادشي هذا نهار الامتحانات. دابا غادي نخوي ليه الحليبه باش يفطر، قال لي ما فيا ما يفطر، ولكن انا قلت له رغم على نفسك لان ما يمكنش باش عاوتاني تلقى كيفاش تفكر مزيان. انا كنخوي له الحليب وانا كنهضر معاه وكنحاول يعني تنرفع له المعنويات باش هكا كتشجعه
المهم هذه كيكه درتها عاديه ودرت فيها المكسرات ودهنت لها الجناب ديالها بناباج ودرت ليها الفيرميسيل شوكولا وصافي. ودرت معها حتى الشوكولا لداخل داك الكاكاو وحطيت ليه قلت لكم هاد المكسرات، قلت له غير غم على نفسك ولو تاخذ غير شويه ماشي بزاف. المهم مني فطر ما اكلاش بصراحه، ما قدرش، قلت له خوي داك هادو في هاد الكاريت هذا وديهم معاك، المهم انت غادي وانت تاكل فيهم. وجمعت ليه الكارطابل درت له داكشي اللي غيحتاج وهادي البطاقه باش غيدوز الامتحان. كان نوجد معاه بكري كنقول باش ما ينسى حتى شي حاجه، ودرت له القريعه هاد الماء ديالو في الشوينطه صافي. قالوا لهم جيبوا لاطروزه فيها ستيلوات كاملين باش يعني باش ما يوقف لكمش ستيلو ولا شي حاجه. ودابا خارجه وانا غاديه وانا تنهضر معاه وتنقول له حاول انك تقرا السؤال مزيان عاد جاوب. والمهم غادي نوصلوا للمدرسه وغادي يدخل هو، وبقيت انا واقفه كنتظر لانهم داروا النشيد الوطني وما مشيت صراحه وتسنيت وتخرج. وقال لي صراحه راه دوزنا الامتحان مزيان والله يوفق الجميع. وهذا ما كان، وحتى فيديو جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.